أهلا بحضراتكم مرة تانية. 15 يوم من الطرب والموسيقى والغناء في مهرجان أطلق عليه الجمهور مهرجان الشعب في قلعة صلاح الدين الأيوبي، واللي انطلقت فعالياته امبارح وشارك فيه نخبة من الفنانين من مصر والعالم. أغلب الحضور من كل الدول كانوا مبسوطين جدا وأشادوا بحفلات المهرجان. اليوم احنا مشاركين بأغاني أردنية بفرقة صخر حتر اللي هي القلعة، حنقدم أغاني تراثية قديمة، حنقدم أغاني مصرية اللي هي امتى الزمان يسمح يا جميل. سعيدين متحمسين جدا، بقالنا فترة بنتدرب، وهذا المهرجان مهم جدا جدا. أنا كثير مبسوطة كيف يعني بيسعدوا الناس، بيخلوهم يسمعوا الأغاني الحلوة وتراث وحضارات مختلفة، فبنتمنى إنه ينال الإعجاب إن شاء الله. أنا أول مرة أحضر الحقيقة مهرجان، وأنا مبسوطة جدا إن أنا موجودة في تنظيم كويس جدا. مبسوطة كمان إن يعني سعر التيكت قليل جدا مقارنة بإن إحنا داخلين طبعا حفلة للفنان هشام عباس أو حتى أوركسترا الأنامل الصغيرة. الحقيقة أنا بحبهم جدا وبيبقوا عاملين جو حلو جدا. أنا جيت المهرجان قبل كده بس طبعاً ما كانش بالتنظيم ده. التنظيم النهاردة كان جميل جداً ومفيش تدافع، إدارة أنا شايفها لطيفة جداً واليوم جميل. جاي النهاردة مع بابايا، كنا يعني هو زي فسحة كده عشان يعني جايين عشان نشوف المهرجان، والمكان جميل يعني حلو وعجبني قوي عشان ده أثرنا زمان، وصراحة يعني حلو.